السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلاب، طلاب الصف الثاني عشر أحياء، تحية طيبة. هقدم اليوم بإذن الله درس الإخصاب في الإنسان، وكلنا بإذنه تعالى يجب علينا إنه في نهاية الدرس نكون مستطيعين أن نجاوب على هذه الأسئلة. تأكد عزيزي الطالب إنك قادر على أن تجاوب على الأسئلة. ما المقصود بالإخصاب؟ أين تحدث عملية الإخصاب؟ وكيف تتم عملية الإخصاب؟ هذه الأسئلة الثلاثة تأكد تماما بنهاية الدرس إنك تستطيع أن تجاوب على هذه الأسئلة. طيب حبايبي الطلاب، نشوف طبعا عشان نتحدث عن الإخصاب لابد أن نتعرف على الأمشاج. لدينا طبعا هنا في الصورة زي ما شايفين المشيج المذكر اللي هو الحيوان المنوي، والمشيج المؤنث اللي هي البويضة. بالنسبة للحيوان المنوي كما واضح في الصورة بيتكون من ثلاثة أجزاء أساسية اللي هي الرأس، والرأس اللي بيحتوي على النواة، ونؤكد أن النواة هي التي تحتوي على المادة الوراثية، ثم القطعة الوسطى، وكلنا نعرف أن هذه القطعة الوسطى تحتوي على الميتوكوندريا، الميتوكوندريا التي تعطي الحيوان المنوي الطاقة للحركة، ثم الذيل اللي هو بيعتبر عضو الحركة الذي يحول الطاقة الكيميائية ATP الموجودة في الميتوكوندريا إلى طاقة حركية. ثم بعد ذلك نشوف هنا، هذه هي صورة البويضة، وكما نعلم إنه البويضة فيها حولها المادة الشفافة، هذه هي المادة الشفافة، وخلايا الحويصلة التي تشكل الإكليل الشعاعي. هذا هو تركيب الأمشاج، المشيج المؤنث والمشيج المذكر. طيب حبايبي الطلاب، إحنا عارفين إنه عملية الإخصاب بتتم في الجزء الأعلى من قناة فالوب زي ما ظاهر هنا. طبعا دي في هذه الصورة واضح جدا إنه هذا هو المبيض، وهذا يوضح خروج البويضة من المبيض أو ما يسمى بعملية الإباضة، وتخرج البويضة متجهة إلى قناة فالوب. نلاحظ هنا حبايب الطلاب إنه البويضة حولها عدد كبير من الحيوانات المنوية، ظاهر البويضة برضو على جانب، والإكليل الشعاعي واضح تماما، وكذلك المنطقة الشفافة. وطبعا البويضة بتكون بويضة ثانوية، نذكر أن البويضة الثانوية هي بويضة تحتوي على 23 كروموسوم، وهذه 23 كروموسوم تكون متضاعفة. وماذا نعني بمتضاعفة؟ أي أن كل كروموسوم مكون من كروماتيدين ويرتبطان معا بواسطة إيه؟ بواسطة السنترومير، المنطقة التي تربط الكروماتيدين. إذن البويضة هو تركيبها بويضة ثانوية، بنقول 2N، لا ليس 2N، ركز عزيزي الطالب، بنقول N ضرب 2، N ضرب 2، N ضرب 2. والحيوان المنوي طبعا N، البويضة بتاعته هي عبارة عن N، وطبعا هو حيوان منوي ناضج. طيب هنا يلا هنفترض أن تحدث عملية الإخصاب، يفترض أن تحدث عملية الإخصاب في هذه المنطقة، ونذكر أين تحدث عملية الإخصاب. وهذا حبايبي هذا سؤال حاطينه نحن من البداية، أين تحدث عملية الإخصاب؟ تحدث في الثلث الأعلى من قناة فالوب، أو نقول في الجزء العلوي من قناة فالوب، قناة فالوب أو قناة المبيض. طيب ما الذي يحدث؟ هذه هي الصورة بتوضحها ما الذي
يحدث. عندنا صورة واضحة للحيوان المنوي، ذات الحيوان المنوي، متجه الحيوان المنوي إلى الإكليل الشعاعي. تذكروا حبايبي إنه هذا الحيوان المنوي ربنا سبحانه وتعالى هيئه تهيئة كاملة لأن يستطيع القيام بوظيفته. هو لازم يوصل إلى داخل البويضة، يبقى هو لازم يعبر هذه الطبقة، طبقة الإكليل الشعاعي، ولازم أن يعبر المنطقة الشفافة ويوصل إلى غشاء البويضة ويخترق غشاء البويضة إلى الداخل. فهنا الحيوان المنوي واضح كما هو واضح عندنا في الصورة إنه بيفرز الإنزيمات، وهذه الإنزيمات بتفرز من ما يسمى بالجسم القمي اللي هو في رأس الحيوان المنوي أو في مقدمة الرأس، بيفرز إنزيمات مواد كيميائية زي ما احنا عارفين الإنزيمات، وتفرز هذه الإنزيمات لتساعد الحيوان المنوي على تحليل الخلايا الحويصلة أو الخلايا بتاعة طبقة الإكليل الشعاعي كما هو واضح هنا. طبعا أهو إحنا قلنا البداية هو حيوان منوي متجه ثم وصل ثم أفرز الإنزيمات، وهذه الإنزيمات ساعدته على التحليل، أهو هيأت له مكان يستطيع من خلاله يعبر ويدخل ويعبر هذه المنطقة الشفافة ثم يصل إلى إيه؟ إلى غشاء البويضة. بيوصل إلى غشاء البويضة وعند التحام غشاء الحيوان المنوي أو رأس الحيوان المنوي بغشاء البويضة، ما الذي يحدث؟ بيفرز غشاء البويضة إنزيمات، غشاء البويضة يفرز إنزيمات، وهذه الإنزيمات بتساعد أن يحدث التحام ما يسمى بالحبيبات القشرية التي توجد في طبقة الإكليل، الحبيبات القشرية الحبيبات القشرية التي توجد هنا بجانب الغشاء اللي هي موجودة وين؟ كما هو ظاهر في الصورة موجودة في داخل البويضة بجانب الغشاء، معي؟ هذه الحبيبات القشرية تلتحم مع الطبقة الشفافة، أوكي؟ ومكونة ما يسمى بغشاء الإخصاب. إذن غشاء الإخصاب أعزائي الطلاب هو غشاء يتكون، غشاء الإخصاب هو غشاء يتكون من الحبيبات القشرية والطبقة الشفافة، وهذا الغشاء بيمنع دخول أي حيوان منوي آخر. يعني سبحان الله، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أبدع في خلق الإنسان وأبدع في خلق الكون. هنا ما في حيوان منوي تاني يدخل، خلاص خلاص. ما الذي يحدث بعد ذلك؟ هل اكتملت عملية الإخصاب؟ لا، لم تكتمل عملية الإخصاب، لم تكتمل. لماذا لم تكتمل؟ لأنه الإخصاب هو عملية اندماج نواة الحيوان المنوي مع نواة البويضة، فيحدث الاندماج. بعد الاندماج طبعا بيكون خلاص تكونت اللاقحة، وبهذه الطريقة بتكون اكتملت عملية الإخصاب، بتكون اكتملت العملية. هنا لو لاحظنا بعد ما حدثت عملية الإخصاب اكتملت العملية، أصبحت هذه لاقحة، هذه لاقحة، واللاقحة هي عبارة عن الجنين اللي بعد كده بيبدأ في عملية الانقسام أو ما يسمى بعملية التفلج، أوكي، على أساس إنه يبدأ ينمو الجنين. اللاقحة طبعاً عندما تكونت أصبحت تحمل العدد الكامل للكروموسومات، لأنه إحنا عندنا الحيوان المنوي به 23 كروموسوم، والبويضة كذلك بها 23 كروموسوم، فحدث اندماج لل 23 من الحيوان المنوي مع 23 عند البويضة، فأصبحت 46 كروموسوم 2N، 2N أي أن تكونت عندي خلية تحمل العدد الزوجي للكروموسومات،
وبدأت في عملية الانقسام أو عملية التفلج. كما هو واضح البويضة متحركة في قناة فالو وتتفلج أو تنقسم، تنقسم لتكون ما يسمى بالجسم التوتي الذي بعد ذلك يتحول إلى ما يسمى طبعا إلى البلاستيولا، أو البلاستيولا كما هو واضح عندنا اللي هي كرة تحتوي على تجويف مجوفة، هي التي تنغرس في بطانة الرحم. وهنا إحنا بنكون خلاص انتهينا من عملية الإخصاب، وبنكون ببداية الانقراس بتاع البويضة، ونقول خلاص إنه حصل حمل. بعد كده طبعا بتيجي ده موضوع آخر اللي هو موضوع تطور نمو الجنين أو ما يحدث في مراحل الحمل. طبعا حبايب الطلاب يعني أنا أتمنى إنكم تكونوا استطعتوا إنكم تركزوا معي، وكذلك استطعتوا أن تجاوبوا على الأسئلة اللي موجودة في بداية في البداية اللي وضعناها. ونلاحظ إنه هذه العملية هي عملية تحدث فيها انقسام اللي هو أو اكتمال الانقسام الاختزالي الثاني الذي يحدث عند الإخصاب. طبعا هذا بمعلومة يعني يجب إننا نحن نكون متذكرين وعارفين اللي هي في مراحل تكوين المشيج المؤنث. طيب حبايبي أتمنى إنه نحن نكون استفدنا تماما من درسنا، وأتمنى إنه نحن نكون قادرين على الإجابة على أي سؤال يتعلق بالدرس. أوصيكم بالمراجعة، أوصيكم بحل أسئلة الامتحانات السابقة ما أمكن، وفي نهاية الدرس في أسئلة واجبة يجب إنك تحلها تماما، تحل الأسئلة وفي نفس الوقت لا تتوقف على هذه الأسئلة فقط. كما أوصيتكم إنه ترجعوا لحلول الامتحانات، وبإذن الله موفقين. هذا السؤال الأول: ما العامل الذي يساعد الحيوان المنوي على اختراق الإكليل الشعاعي، وكيف يتم تكون غشاء الإخصاب؟ أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وشكرا حبايبي الطلاب، ألف ألف شكرا لكم.